السلام عليكم اتفاكس سيم دوري بكم مقطع جديد. اليوم سناب شوت النهائي اللي راح ينزل فيه ماينكرافت 1.19. راح نقول لكم متى ينزل الاصدار، ايش التغييرات الجديدة، والشيء اللي خلوا السونيك بوم كذا يقتلك بضربة واحدة. لا تنسى لايك واشترك مو مشترك عشان تجيب اخبار ماينكرافتية والعاب جميلة. خلونا يا جماعة، العوالم صايرة ترسبن بعد ساعة، شو السالفة يا ماينكرافت؟ اول شيء غيروا اللي هو المانجروف بايوم، صار الان الاشجار حقتها اقل بكثير. فلو تلاحظون انا الصراحة ما اشوف اي فرق، بس صار اقل اشجار متشابكة، فقدرتين تشوف فراقات موجودة. بحس تغيير جميل، والله البايوم هذا مرة خرافي. بصراحة من رأيي أحس المانجروف بايوم مكانه مرة غلط، وكل مرة يرسبن بين السافانا وأماكن غريبة. أحس المفروض يرسبن بالمستنقع والأماكن الحلوة ذي. أيضا من الأشياء اللي تغيرت، التدبل الحين لما تقتله ما راح يطلع لك إكس بي زي السمك، وتقدر تزيده أو تكبره عن طريق السلايم بول. هل يلحقوني بالسلايم بول ولا لا؟ إي والله يلحقوني. الله يرحمه. لما تضرب الضفدع راح يركز على أهدافه وما راح يهج منك. واهدافه وشو؟ انه ياكل السلايم هذا المسكين، فركز على اهدافك يا حبيبي زي الضفدع. ايضا من الاشياء اللي تغيرت، الضفادع طبعا معروف منها انها تناقز كل فتره، لكن لو تمسك سلايم بول ما راح يناقزون وراح يلحقونك ويتجمعون حواليك. ترى خنزير انت مو بضفدع، وخر عننا يلا. اوف كلهم قرق 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 قرق، يلا ناقزوا، شيل يدك الحين كلهم بيوخرون عنك. اوف انا بدخل النذر الان، وفي تغيير سووه بالنذر الصراحه انا ما راح اتكلم عنه، لكن راح تلاحظونه الان او لما نتمشى بالعالم. نقول الحين الفورترس هذه نبي نتمشى فيها، راح نلاحظ انها صارت اخطر مما كانت عليه قبل. والشيء اللي تغير ان الوذر سكيلتون والسكيلتون نفسه صاير رسبن من 0 الى 11 الاضاءه، فيعني الان راح تحتاج انك تحط تورشات كل مكان عشان الاضاءه تكون مضويه وما يرسبن فيها. التغيير هذا مره حلو لانه راح يكثر الوحوش الموجوده اللي ترسبن. الوقت البيجلين ايضا او الزومبي فايت بيجلين راح يرسبن بالاماكن دي بعد. تلاحظون الان المفروض انه يرسبن الوذر سكيلتون، بس ما ادري ايش وضعه، يمكن لان الديفيكولتي ايزي. طيب هذا التغيير الجديد. طبعا بالتغيير هذا بقول لكم شيء ممكن يصير لك، واللي هو ان الوحوش راح ترسبن داخل البوابه تجي عالم. طبعا هذا يعتبر مشكله باللعبه وبيصلحونها بعد اصدار 1.19، لكن الان ممكن تقدر تسوي فارمات للوحوش فيها. الان لما تلبس دروعك زي كذا راح يطلع اصوات، بس قبل كان ما يطلع اصوات لما تسحب وتحط. ولو حط الهلمت ايضا راح يطلع منها صوت. كانوا حاطين ايضا شيء حلو لكن للاسف شالوه، لما تلبس اي نوع من الهيد راح يطلع الصوت، لكن للاسف الشديد مسحوه. نفس الشيء الاليترا راح تطلع لها صوت. الو انا ستيف. فهذا معناته ان لما تلبس اي هيد راح يسمعك السكالك سنسر، ولما تفسخه راح يسمعك، لما تلبس هذا راح يسمعك، تشيله يسمعك، لما تمسك الكروس بو وتسحبه بشكل كامل راح يسمعك، تضرب طبعا يسمعك. الشيلد طبعا صار لما تصد ما يسمعك، لكن لما تشيل الشيلد راح يسمعك. اتوقع لما شفت شوف ما يسمعك ابدا. حتى لو تاكل الكورس فروت وتنتقل الان راح يطلع صوت للسكالك سنسر، وهو يعتبر ايفنت التليبورت. خلونا نجرب الايف اندر، تلاحظون ايضا يسمعك. لو نروح ننتقل هنا راح يسمعك لما تستعملها ولما توصل. ايضا من الاشياء اللي صارت لما تحط هوني كومب على الكوبر، لما تشيل منه ايضا راح يسمعك، وايضا هذا اتوقع الستريب يمكن ايضا يسمعك. يب، هذه الاشياء تقدر تستعملها حق الفارمات والخرابيط الثانيه حقت الريد ستون. انا قاعد اعلمكم اياها يا اصدقائي الريد ستونيون عشان تعلموني. الكولدرون ايضا لما يتعبى بمويه من المطر او اي شيء ايضا راح يشتغل، فيعتبر هذا مره حلو حق ستونيون. لما تسوي فارم لاند، لما تحط بالكومبستر، لما تحط سي دي، واشياء مره كثيره على حسب الريد ستون. مثلا ريد ستون 5 3، صراحه ريد ستون انا ما اعرف، لا يعني ابتعد عن لا اعرفه عشان ما أتفهم. هذا من الاشياء الرهيبه اللي صارت بماينكرافت. لو مثلا تبي مثلا الصبح ابيك تطبخ لي اكل عن طريق ريد ستون، باختصار الان راح يسمع السكوك سنسر لما يتغير الوقت. شوف فالان مثلا حاط فرن او شيء يتحرك بمبارا بارا 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 بسبب هذا السكالك سنسر. طبعا ممكن يجيك سؤال يا ريد فوكس، طيب لو في بلوكات راح تتحرك هنا السكالك سنسر راح يسمع؟ لما تحط وول هنا راح يسمع بس الجهه هذه، الجهه هذه لما تشطلها شوف ما راح يسمع على طول. هذا حلو من السكالك سنسر، يعني مره مفيد. كانت في مشكله بالبينتنج والمابات اتوقع، واللي خلونا نفتح خريطه هنا الحين. لما تحط ايتم فريم هنا وتحط الماب او الخريطه ممكن انها تنكس، لكن الان تقدر تدمجهم مع بعض. ايضا من الاشياء اللي غيروها ماينكرافت بالوارد في شيئين. الشيء الاول لو نحط لافا ونعلق الواردن هنا نخليه ما يتحرك ابدا، نقول له شوف الحين معلق الواردن. لا علق يا ولد، لا 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 يا ولد علق. راح يسوي ديسبون انه يختفي على طول، ما راح يحفر تحت ومدري ايش. اتوقع اني علقته بصرنا ما راح يسوي ديسبون، ما ادري، بس المهم انه راح يسوي ديسبون بعد فتره. ايضا من الاشياء القثيثه مره، لو نلبس دروع كلها مطوره بالبروتكشن اي في الى اخره. شوف يا جماعه الحين لو يضرب علي السونيك بوم اتاك، يلا يا اخوي انت معلق اضرب. شوف الان
شوف الضربة ضربتني تقريبا 5 قلوب، وبنفس الوقت يا جماعة يتجاهل البروتكشن. البروتكشن باختصار ما من أمه فايدة يا جماعة، والله صار قوي. يما اصدار 1.19 راح ينزل في جون 6 او 7، يعني تقريبا بعد 11 يوم من هذا المقطع ينزل الجوال والكمبيوتر والسويتش وكل النسخ الماينكرافت الموجوده. فبس هذا كان مقطع، لا تنسوا لايك واشتركوا مو مشترك وانشر المقطع لاخوياك، خلونا نوصل لايكات حلوه عشان ننزل مقاطع اكثر من ماينكرافت ومعلوماتها. ويا مع السلامه.